مرحبا جميعا، يعطيكم العافيه. واخر سؤال، اخر سؤال، انا بدي اتعلم الامريكان او الامريكان اكسنت. اذا شايف انه هذا الموضوع مهم قبل ما تكمل الفيديو اعمل لايك شير وسبسكرايب واعمل انيبل للنوتيفيكيشن بيل. وبرضو اذا شايف هذا الموضوع مهم بعد ما تخلص الفيديو يا ريت لو انت تبعته لو اتليست شخص واحد راح تستفيد منه، سو اعمل شير للفيديو عشان كلنا نستفيد. I don't know ولا I don't know ولا I don't know ولا I don't know ولا I don't know، ايش الاشي المهم في حياتك علشان انت تقدر تشتغل وانه تكون وضعك 100% وفي السليم. خلينا نبلش. لا حبيبي بليز صح ما حدا فارق عنده انت كيف تلفظ من ناحيه الاكسنت. انت بتحكي امريكان اكسنت، انت بتحكي بريتش اكسنت، انت بتحكي جوردن اكسنت، انت بتحكي او جوردانيان اكسنت، انت بتحكي لهجه مصريه، ما حدا فارق معه ايش اللهجه اللي انت بدك تحكي فيها اللغه الانجليزيه. ما حدا يعني ليترالي ما حدا فاهم او فارق عنده ايش لهجتك، انت بتحكي امريكان ولا ما بتحكي امريكان. اما الترندنج هلا، انه ترندنج، خليني احكي الموضه الترندنج او الترندنج فاشن اللي هلا موجوده، انه واو او ام كول انا بحكي امريكان انا احسن منك، انا بحكي امريكان اكسنت انا احسن منك. ديفينتلي هلا كمنظر خليني احكي انه الامريكان اكسنت تعطيك شوي كريدت انه انت الانجليش تبعك صح، لكن المشكله اللي كثير عويصه اللي بتصير انه هو بروح يتعلم الامريكان اكسنت بس هو ما بيعرف يحكي انجليش، ما بيعرف يحكي بالجمل على بعض او الكلمات على بعض. سو بتخش عنده الامور على بعض، وانس انه حكى معك انجلش ببين انه انت يو هاف بين ليرنينج الامريكان اكسنت بس انت فعليا ما بتعرف تحكي انجليزي. فالفكره في الموضوع انه مباشر اي كان سبوت انه انت مش امريكان او مش انت مش نيتيف سبيكر او مش American Native Speaker. So at the end of the day انت مش المهم انك انت تعلم اللهجة. خلينا بشبه لك الموضوع بشغلة كثير سريعة. اذا انت عندك حفلة فانت على السريع راح تروح تاخد شاور، راح تزبط شعرك، راح تزبط لحيتك، راح تتعطر، راح تلبس البدلة تبعك، البنطلون والقميص والحزام والحذاء وتلمع كل اشي والامور 100% تمام. وقبل ما تطلع تيجي تحكي طب شو رأيك اغير الزر تبع القميص احطه الزر الاحلى. انت اذا غيرت الزر ولا ما غيرت الزر انت طالع مرتب 100% امورك طيب 100% بس ضل عندك الزر. اذا حطيت هذا الزر فانت صرت زلمه مهندم احسن او انت زلمه منظرك صار احلى بالنسبه لك لانه انت حطيت هذا الزر اللي هو بيختم العمليه. لكن خلينا ناخذ السيناريو بالعكس، مثلا انه انت عندك حفله وانت لا حالك شعرك ولا حالك لحيتك ولا لابس بدلتك، لابس مثلا شورت البيجامه تبعك ولابس مثلا التيشيرت او الفانيلا تبعك ومش مزبط ولا شيء. وبعدين حكيت لازم البس احسن ساعه عندي، بدي البس الساعه البراند الفلانيه لانه هي احسن ساعه عندي، وحطيت الساعه على ايدك وطلعت ورحت على الحفله. ديفينتلي كل اللي في الحفله راح يطروك يمكن يحبسوك كمان، فدير بالك من هاي الشغله. سو اللغه الانجليزيه بنفس الطريقه، اذا انت تعلمت كل شيء انا حكيته في البدايه وضل عندك بس موضوع الاكسنت في الاخر وحبيت تعمله وكنت فاضي وعندك وقت انك تتعلم هذا الموضوع، سو جو اهيد وتعلم الاكسنت بصير منظرك احسن. بس ما تترك كل شيء ثاني وما تلبس بدلتك وما تلبس الحذاء وما تلبس الحزام وما تحلق شعرك وما تضبط لحيتك وما تتعطر وتروح تدور على الساعه البراند الاحسن اللي انت ممكن تلبسها على هاي الحفله. اي ثينك هيك الموضوع صار كثير واضح. اذا انت في الاردن مش كثير مهم انك تتعلم اللغه الانجليزيه، لكن انت مهم تتعلمها عشان تفتح لحالك اسواق ثانيه انك انت خليني احكي تبروموت يور سيلف للاسواق الثانيه. اذا انت راح تطلع برا الاردن طبعا الاحسن انك تتعلمها، واذا انت راح تطلع برا الاردن سو ديفينتلي الانجليش صار مهم. الاشياء المهمه في اللغه الانجليزيه انك تتعلمها انك انت تعرف تحكي انجليزي وتقرا وتكتب انجليزي وتلفظ الكلمات بطريقه صحيحه، هذا اهم شيء، وانك انت توصل معلوماتك في اللغه الانجليزيه وتفهم على الناس شو بدهم يحكوا لك في اللغه الانجليزيه. واخر شيء بسلم الاولويات عندك انه توصل له اللي هو الاكسنت اللي انت بدك اياه في اللغه الانجليزيه اللي هي التزيينات اللي انت ممكن توصل لها. وباي ذا واي مش انا لحالي حكيت في هذا الفيديو، في كثير ناس حكت بهذا الموضوع مثل اي ثينك اسمه ابو زيد، راح احط اللينكات اللي حكت فيها، وفي شخص بيحكي برضه عن الاكسنت انه مهمه. انا برايي الشخصي بدك تروح مع هذا الشخص بالاول تفهم كل مواضيع الانجليزيه، بعدين لما تحس انه يس انا بدي اتعلم هذا الموضوع
بتروح مع رأي هذا الشخص وبتتعلم الأكسنت. وأصلا هذا الشخص اللي أنا بحترم بصراحة كثير فيديوهاته هذول الشخصين عن هذا الموضوع، هذا الشخص راح يحكي لك اتعلم الصح وخليه جواك، اوعى تحكي فيه بين الناس اللوكال اللي انت راح تكون عايش معهم، الا اذا انت مثلا رحت عملت مع ناس امريكانز واحكي معهم بالاكسنت. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه وبالتوفيق للجميع، وبتمنى انه الكل باي ذا واي يتعلم اللغه الانجليزيه اللي حكيتها انا بالطريقه اللي حكيتها انا علشان تقدر توصل للمكان اللي انت بدك اياه. وباي ذا واي عشان بس انا اوصل لك مصداقيه هذا الفيديو قديش انا الاكسنت تبعي مش امريكان بالمره، وليفل اللغه الانجليزيه تبعي مش توب 100%. يعني انا بعرف احكي انجليزي وبعرف اوصل الكلمات تبعتي للناس او المصطلحات، او خليني احكي المعاني اللي انا بدي اوصلها والافكار اللي اوصلها للناس، وبرضه بقدر افهم عليهم وبشتغل على حالي باللغة الإنجليزية لحتى تصير أحسن. سو هذا هو typical workflow اللي أنت بدك تشتغل عليه لحتى توصل للمكان اللي أنت بدك إياه. احكي لي رأيك أنت بالموضوع، هل اللغة الإنجليزية مهمة؟ هل قواعد اللغة الإنجليزية مهمة؟ هل أنت لازم تكون تلفظ الكلمات بشكل صحيح؟ ولا أنت لازم تكون perfect 100% في الأكسنت ولا لا؟ شاركنا في الكومنت في هذا الموضوع. إذا شفت أنه فيديوهات للشانل كثير مفيدة أو مفيدة أو ممكن تفيد شخص واحد، فياريت لو تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل enable notification bell عشان تصير توصلك دائما الفيديوهات اللي راح نعملها، سواء في موضوع الوظائف، في موضوع العمل في قطر، في موضوع العمل في دول الخليج، في موضوع الأشياء المهمة في حياتك العملية، واللي هي من منبع خبرتي البسيطة والقراءات اللي أنا بقرأها. شكرا لكم، بشوفكم في فيديو ثاني ويعطيكم ألف عافية.